أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا. فطرة من بيض جوده تملأ الأرضية. نظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. من أطاعه أدخله الجنة ولو كان عبدا حبشيا. ومن عصاه أدخله النار ولو كان سيدا قرشيا. القائل في كتابه قولا بليا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. يا سيد العقلاء يا خير الورى. يا من أتيت إلى الحياة مبشرا. وطلعت فينا بالقرآن هاديا. فوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين، وعلى أصحابك الغر الميامين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلك دربهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، ما زلنا في كتاب بداية الهداية. تحدثنا في اللقاء السابق عن هذا الكتاب وما يحتوي عليه من أمور سنتحدث عنها، ولا يمكن أن نتحدث عن كتاب إلا بعد أن نتحدث عن مؤلف هذا الكتاب. فبداية، وهذه الحلقة ستكون عن مؤلف هذا الكتاب. كتاب بداية الهداية هو من تأليف الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الغزالي هو من أئمة القرن الخامس الهجري. الإمام الغزالي من أئمة القرن الخامس الهجري. ولد سنة 450 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 505 هجرية، يعني عاش 55 سنة. إلا إن حياته كانت حافلة بالخيرات، حافلة بالعلم، حافلة بالتصوف وسلوك طريق القوم. ونحن في الساحة البرهامية في هذا المكان الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم ونعمة في حياتنا، وأن يلحقنا بالصالحين على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الأكارم، هذا الإمام الغزالي رضي الله عنه ولد سنة 450 هجرية. اسمه محمد ابن محمد ابن محمد ابن حامد الغزالي. محمد ابن محمد ابن محمد ابن حامد الغزالي رضي الله عنه. الإمام الغزالي رضي الله عنه اسمه أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. يقال الغزالي هذه نسبة إلى أنه كان والده يغزو الصوف، ونسبة إلى بلده التي ولد بها يقال أنها كان لها هذا الاسم. أيها الأحبة الأكارم، قبل أن نتحدث عن الإمام الغزالي، فلي وقفة مع والد الإمام الغزالي. والد الإمام الغزالي كان رجلاً من أهل التصوف، رجلاً ممن كانوا يكسبون عملهم، يكسبون طعامهم بأيديهم، ممن كان يكسب من عمل يده. هذا الرجل كان يجلس مجالس العلماء، يعني الرجل ما كانش على علم إلا أنه كان بيحب يحضر مجالس العلماء ومجالس الأولياء، فكان نفسه يكون زيهم. حتى هو يقول كده، والد الإمام الغزالي بيقول رضي الله عنه، والد الإمام الغزالي رضي الله عنه كان رجلا يكسب من عمل يده، يأكل قوت يومه من عمل يده، وكان يجالس العلماء ويقوم بخدمتهم، وكان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا يكون من العلماء. فرزقه الله ولدين، محمد وأحمد. الإمام الغزالي لي أخ اسمه أحمد الغزالي. الإمام الغزالي رضي الله عنه والده لما قاربته الوفاة أوصى به إلى صديق له من أهل التصوف، وقال له هذه المقولة أنقلها لحضراتكم كما جاءت في الكتب. قال له: إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، وأشتهي استدراك ما فاتني في والدي أو في ولدي هذين. إن لي، قال والد الإمام الغزالي صديق الصوفي هذا الكلام، قال له: إنني لتأسفا عظيما على تعلم الخط، أشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعلمهما، ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما.
فلما مات أقبل الصوفي على تعليمهما حتى نفذ ما قلدهما لهما أبوهما من الأموال، ولم يستطع الصوفي الإنفاق عليهما عند ذلك، قال لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي، فأوصي بكما أن تلجأ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلم، فيحصل لكما قوتا يعينكما على وقتكما. ففعل ذلك وكان هو السبب في علو درجتهما. أنا مش عايز أقرأ الكلام فقط وهكذا، لكن أنا عايز أخذ درس من الموضوع ده، درس من الموضوع ده لكل واحد يسمعني دلوقتي. لو أنت عايز أبنائك يكونوا صالحين كن أنت صالحا، عايز ربنا يرزقك بطفل كن من العلماء كن أنت صالحا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا رجل حريص على تعليم أبنائه حتى بعد وفاته، يعني قالهم من لا عليك إن أنت تخلص كل فلوسي إن أنت تنفق عليهم في التعليم، وبالتالي الرجل سمع الوصية ونفذ كل نفذ الوصية بالنص إن هو أنفق كل الأموال على الولدين لحد ما الفلوس تنصرف. فذهب بهما إلى المدرسة، وكان في هذا الوقت عندما يذهب الطالب إلى المدرسة كان هناك في المدرسة الطعام والأرزاق وكل شيء، هو يطلب العلم ويأكل ويشرب وينام، حتى في ذلك يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. هذا عن نسبه اسمه، وهذا جزء عن والده رضي الله عنهم جميعا. الجزء الثاني أيها الأحبة الأكارم نتحدث عنه هو تعليمه. وموضوع التعليم هذا الإمام الغزالي ابتدأ كما ذكرنا في هذه المدرسة، ابتدأ التعليم في السودان عام 465 هجرية، فأخذ الفقه على يد الشيخ أحمد، ثم رحل إلى درجان وطلب العلم على يد الشيخ إسماعيلي، إلا أن شيخه الأصل الذي يعني نهل منه الكثير من العلم وخاصة في الفقه وأصول الفقه هو الإمام الجويني رضي الله عنه إمام الحرم. أسأله الغزالي قائلا: قطعت علينا الطريق وأخذ العيرون جميعنا معنا. يعني في قصة كده مشهورة عن الإمام الغزالي لما كان بيطلب العلم كان العلم بتاعه كله كل حاجة يتعلمها يكتبها. فمشهور عنه إنه هو في يوم من الأيام كان في مكان في بلد وعائد لبلده، فخرج عليه قطاع الطرق فأخذوا كل الكتب التي كانت معه، فظل يبكي ويتوسل إلى قائد هذه المجموعة من قطاع الطرق، قال له: هذا علمي، أنا لا أملك إلا هذا، دعه لي وتوسل إليه وتوسل إليه. حتى قال له الرجل: يعني أنت هذا العلم في هذا الورق وفي هذه الكتب وفي هذا الذي كتبت، فإن أخذت منك إذا ليس عندك علم. فكان هذا بمثابة الفتح للإمام الغزالي رضي الله عنه الذي حرص كل الحرص كل الحرص أن يحفظ العلم قبل أن يكتبه، كان يحفظ العلم. أيها الأحبة الأكارم، ما زلنا عند الإمام الغزالي رضي الله عنه مع شيخه الإمام الجويني رضي الله عنه. الإمام الغزالي رحل إلى نيسابور ليتعلم من الإمام الجويني علم الفقه وأصول الفقه. كان يقول عنه الإمام الجويني إمام حرمين صاحب المؤلفات الكبيرة في أصول الفقه، يقول عنه عن الإمام الغزالي إنه بحر مغلق، بحر مغلق طلب العلم، حتى أنه عندما ألف كتاب المنقول في أصول الفقه كتاب مشهور عند علماء الأصول قال له: لقد فهمتني وأنا حي، أنا صبرت حتى أموت، ما قدرتش تصبر لحد ما اموت وبعد كده تكتب الكتاب. حتى ان الامام الجويني كان بينوب عنه في التدريس وكان يقربه منه كثيرا، وله قصص كبيره مع الامام الجويني لمن اراد ان يقرا. ايها الاحبه الكرام، الامام الغزالي الذي جلست اتحدث عنه ساعات وساعات لن اعطيه حقا، لكن سنقسم يعني هذه الحلقه نقسمها نصفين. هذا النصف الاول تحدثنا فيه عن نسب الامام الغزالي اسمه ووالده واخوه، وتحدثنا عن مكان مولده البلده التي ولد فيها، وتحدثنا عن نشأته وهو صغير وكيف من الذي رباه من الذي قام على رأسه، وتحدثنا عن بعض شيوخه من الإمام الجويني وما يذلك من العلماء. في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن مؤلفات الإمام الجويني، نتحدث عن الأمور التي حدثت للإمام الجويني حتى جعلته يميل إلى الصوفية ورحلته من الشك إلى اليقين، وهذه فيها كلام كثير. نتحدث عن المؤلفات الكثيرة التي كتبها الإمام الجويني، نتحدث عن بعض هذه الأمور أيها الأحبة الأكارم في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نكمل هذه الحلقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.